طيب علشان نعيش معاكم التفاصيل والاجواء الخاصه بفريق فيوتشر، هنرحب بالكابتن محمد عبد الكريم المدير العام لفريق فيوتشر، المدرب العام لفريق فيوتشر. بنصبح على حضرتك يا كابتن، صباح الفل عليك. صباح الخير يا فرح، وصباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا بيك منورنا، وصباح الفل عليك، وبنبارك لكم طبعا على الفوز الرائع جدا والفوز المثير والممتع. يعني تنتهي المباراه بنتيجه 3-2، 5 اهداف في مباراه واحده، ودايما بننتظر الاثاره والمتعه في المباريات دي. تعليقك ايه على المباراه؟ واعتقد انه يمكن يكون فريق فيوتشر كان المباراه اللي قبلها على طول فرط في الفوز امام سموحه وانتهت المباراه بالتعادل، فكان محتاج ان احنا نشوفه برضو بينافس وبقوه على ترتيب الدوري، ومش بس في المربع الذهبي، لا بتكلم على الاول والثاني كمان. يعني الحمد لله، الحمد لله فوز مهم على فرقه محترمه جدا مع الكابتن احمد سامي. اللعيبه عملت ماتش كويس جدا وادوا اللي مطلوب منهم، خاصه ان احنا في اول دقيقه دخل فينا هدف، وفي اخر الشوط الاولاني دخل هدف، فتوقيت الاهداف اللي دخلت فينا صعب جدا، لكن الكابتن علي بين الشوطين هدى اللعيبه وقال لهم احنا مش هنكسب غير لما نلعب لعبنا، وهو ده اللي حصل. الماتش كان حلو، انا متابعك خاصه من بدايه الحلقه، الماتشات دايما اللي فيها الاجوان بتبقى ماتشات جميله فيها متعه وفيها اثاره فعلا. الماتش كان جيم مفتوح بين فرقتين محترمين، فالحمد لله الحمد لله توفيق ربنا كان معانا، واللعيبه دي كان عندها هدف ان هم بعد المباراه يوصلوا للمركز الثاني، وده اتحقق. فالحمد لله بشكر اللعيبه على الاداء ده وعلى الروح ده. بنحاول خطوه بخطوه نحقق طموح النادي وطموح الجهاز الفني وطموح اللعيبه. طيب لو رحت معاك برضو يا كابتن محمد للتفاصيل الخاصه بالمنظومه داخل فريق فيوتشر، يعني احنا عايشين مع فريق فيوتشر من اول كده ما كان متواجد في مسابقه الدوري المصري الممتاز، تشعر بانه في منظومة متكاملة ما بين مجلس الإدارة والجهاز الفني واللعيبة، وتحس إن في هدف هو ده اللي بيدور في فكر اللعيبة علشان النتيجة تترجم كده في أرض الملعب. عايز أعرف يعني المنظومة دي رايحة على فين، والمخطط إيه، وبتقولوا إيه للعيبة علشان يفضلوا متواجدين أو مستمرين على هذا المستوى؟ يعني أخد من كلامك فرح، الحمد لله فعلا منظومة مكتملة، اداره النادي للجهاز الفني بقياده الكابتن عبد الله او الكابتن علي واللعيبه، وده شيء مهم جدا انك انت توصل للعيبه ايه اللي احنا عايزينه، ايه الاهداف اللي محطوطه من اول سيزون. احنا دايما بنوصل للعيبه، انت السنه اللي فاتت وصلت رابع ولعبت افريقيا، السنه دي هتعمل ايه؟ المفروض كل لعيب يبقى عنده هدف، خلق الدوافع دي للعيبه ده مهم جدا. الحمد لله الحمد لله المجموعه كلها، مجموعه اللعيبه بصرف النظر بيغيب عننا لعيبه مهمه جدا، لكن الحمد لله تجهيز جميع اللاعبين اللي موجودين معانا ما تحسيش بفرق. نجم الفرقه هي الفريق ككل، او نجم النادي هو النادي ككل، هو ده المهم جدا، هو ده المسار التعالي للعيبه. فالحمد لله الحمد لله مكسب مهم جدا، بنقفل صفحه الماتش وبنفكر ان عندنا ماتش مهم جدا مع بيراميدز يوم الاربعاء باذن الله. طيب لو رحت معاك بقى للجزئيه الخاصه بالكونفدراليه والمنافسه وفكره ان فيوتشر يكون بينافس بالقوه، تعليقك ايه وشايف الاستعدادات عامله ازاي علشان يفضل زي ما بقول لحضرتك كده عندهم نفس الشغف وعندهم نفس الطموح والمنافسه يعني تكون على نفس المستوى؟ يعني المجموعه الموجود معاها فيوتشر، بيراميدز، الجيش الملكي، فرق قويه، فرق بتنافس بقوه، بالتاكيد برضو فريق فيوتشر محضر نفسه. يعني طبعا الحمد لله انك انت تشارك في اول سنه في افريقيا وتوصلي دوري المجموعات، ده شيء كويس. احنا كجهاز فني عندنا طموح نوصل ان شاء الله ابعد مدى في البطوله، فمركزين دلوقتي على ماتشات الدوري، لكن ماتشات افريقيا اول ما تيجي هنركز فيها. من دلوقتي بنبدا ندرس الفرق، احنا كجهاز فني بعيد عن اللاعبين عشان ما نشتتش ذهن اللاعبين، بنبدا ندرس الفرق اللي معانا سواء بيراميدز او الجيش الملكي او فرقه توجو، فبنبدا دلوقتي ندرسهم احنا كجهاز فني، نجمع عنهم معلومات، نجمع عنهم ماتشات لحد ما نيجي الماتش ان شاء الله نقدر نحضر اللعيبه للمباريات دي. ضغطه المباريات صعبه جدا في الدوري المصري، احنا عندنا حوالي 6 ماتشات في شهر، وبعد كده نخش على مباريات دوري ومباريات افريقيا. فالحمد لله بنحاول نجهز اللعيبه المصابه، اللعيبه لسه ناقصه حاجات بدنيه بنحاول نجهزها، فعشان يبقى كل التيم موجود ان شاء الله معانا. طيب لو رحت معاك بقى برضو للجزئيه الخاصه بعمر كمال عبد الواحد، عمر كمال عبد الواحد فريق فيوتشر ما رضاش يفرط فيه لنادي الزمالك، هل ممكن يفرط فيه للنادي الاهلي قريبا جدا؟
بص يا فرح، انا احنا كجهه فني ما عندناش حاجه تخص عمر كمال او اي لعيب. احنا محتاجين اللعيبه كلها. احنا زي ما قلت لك حضرتك، النادي منظومه في هدف السنه دي ان هو يوصل لابعد مدى في الدوري ويوصل لابعد مدى في افريقيا. فصعب انك انت مثلا في طموح وفي اهداف للنادي وتفرطي في لعيب مهم زي عمر، لكن كل اي حاجه تخص التعاقدات او تخص اللعيبه دي من اختصاص الكابتن عبد الظاهر السقا هو اللي يقدر يرد على حضرتك عليها. لكن انا بقول عمر كمال السنه دي مختلف. رجعنا بيلعب باك رايت، يلعب طرف، يلعب ويسجل. كل اللعيبه رضا بوبو زي ما حضرتك شفتيه امبارح، كل اللعيبه مجهزين، كل اللعيبه لسه عندنا فاروق الحمد لله رجع دخل معانا مباراه امبارح، احمد عاطف وناصر ماهر هيكون موجود معانا الفتره اللي جايه، امبارح اشتراك رزق. فالحمد لله الحمد لله تجهيز اللعيبه ده مهم جدا، ما تحسيش بالفرق لو حد غاب، ودي مهمه الجهاز الفني. تحياتنا ليك كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، شكرا جزيلا لوجودك معانا، ودايما بنسعد بتألق الفرق الحقيقه اللي زي في بدايه الحوار مع الكابتن محمد عبد الكريم كنت بتكلم معاه المنظومه الناجحه اللي بالتاكيد بتولد النجاح والنتائج الجيده، بنتمنى دايما ان هم يكونوا على نفس المستوى وبينافسوا بقوه في مسابقه الدوري المصري الممتاز.